كندوز على انا والمجموعه ديالي يعني كنا خدمنا في النواحي ديال خدمنا في ميراج في الاكلو والجمهور يعني كان حاضر الجمهور الاغلبيه الجمهور ديال تيزنيت فكان واحد الجمهور رائع ويعني ملي جاتني الدعوه لتيزنيت المجموعه كامله كانت فرحانه وكنتمنوا ان نكونوا حسن ظن الجمهور وبالنسبه لتيزنيت فهي معروفه كنسمعوا عليها النقرة وهذا رب ولاد الدراري كيسولوا على المحلات ديال النقرة فين كاينين فالحمد لله هذا المعرض هذا يكون وسيلة سياحة وانتم كملآت أو كإعلاميين يعني انتم اللي غتعطيو واحد الضوء لهذه المدينة هذه اللي كنتمنوا أن تزيد قدام وبنان تيحقق كسائل المدن المغربية. بالنسبة لي أنا أول مرة كنجي تيزنيت وأول مرة كنعتقد تعرفت على ناس تيزنيت بالنسبة للميراج أنا فرصة أنهم تعرفوا عليهم تعرفوا عليهم وبدوري على باش نحسسهم بالمحبة وأني كنبغيهم بزاف اختاريت أني اجتهدت واختاريت أني نهني أغنية اليوم طريقة تيزنيتية اليوم إن شاء الله. السميع العزيز تنقل تحيه مغربيه من مناطق المغرب انا غنيت في المحل المغربي كله وغنيت في تيزنيت شفاك المرض وهني المرض ان شاء الله الاربعه وكنعرف راسي مع عائلتنا والناس هادو يعني استقبلوا واحد الاستقبال اللي هو حار يعني كاين واحد الجمهور اللي هو جميل جدا بكل صراحه وهذه المدينه عريقه وكناخذوا منها كتجيبوا لنا عاوتاني كناخذوا منها من مغرب معروف بالمرا يعني تاريخ عزيزه على المدينه وكنجي نصطاد هنايا كنجي نصيد في المنطقه والله يعني هذا هو باش كتنتاز هذه المنطقه وكتنتاز بواحد الثقافه ديالها وواحد باقي احترام باقي العائلات كعائلات باقي الان ولد كيختار الاب ديالو لابن هكا هو اللي باقي في هذه المنطقه ونتمنى ان شاء الله المناطق ان شاء الله كلهم يعانوا هذه المناطق اللي هما خلي معاه الفيروس ديال التميوع في السماء ديال البصر هذا هو اللي بغينا حنا تبقى يعني ناخذوا الثقافه ديال سوس لان سواسا باقيين محتفظين محتفظين بالتقاليد ديالنا حنا باقيين محتفظين بالتقاليد انا كنقول لكم كنهضر كمغربي انا راني مغربي من طنجة الكبيرة وتوكلت عليك وهاد المدينة راه جميلة وراه تاريخية وغادي نبقاو دائما نمشيو ليها ونجيو ليها إن شاء الله وكنجيو على عائلاتنا وخوتنا